الواقعة ديال اليوم أننا كنا في مهمة شخصية خاصة بي حدا شارع الديوري، خديت سيارة ديالي خارج من تما، كانت فاجأ أحد سائقين سيارة الأجرة المعروف بصفحة الخاصة به في الفيسبوك، صفحة العقارب ما إلى ذلك ديال الطاكسيات اللي كيعترضوا سبيل الغير، يعني ديك الصفحة خاصة كتستقطب واحد مجموعة ديال سائقين سيارة الأجرة من أجل القيام باستدراج نصب الكامل انتحاصي، فاللي كيديروا هذا الشيء ديال البراكاج ضد النقل عبر التطبيقات. فمؤخرا خرجت في تصريح صحفي هضرت على هذا الأمر على أساس أن هاد الناس اللي عندهم هاد الصفحات، يعني صفحات غير قانونية ليس لها إطار قانوني، هاد الأسماء اللي كاينة في صفحات الفيسبوك ما هي منظمات، ما هي جمعيات، ما عندهاش وصل قانوني من أجل ممارسة المهام ديالها، ويمكن لها تستقطب سائقين في النقل عبر سيارة الأجرة في صفحات الفيسبوك ما إلى ذلك، يعني مجموعة كتقوم بأعمال خطيرة جدا. فهذا الشخص اللي هو صاحب الصفحة، الأدمي ديال الصفحة، أنا من اللي خارج جاني من الموازات معايا أنا بالسيارة ديالي، هو جاء أنفاس معايا في إطار السب والقذف على ديك التصريح، كيهضر أنا كنهضر كيهضر، صافي قلت راه ما كاين والو عادي، زدت لقدام دخلت الرومبوا ديال شيمي كولور غندور على إيمين زولا ونهبط، غادي هبط على إيمين زولا عادي نسيت واش ورايا، حتى كان حدا الجامع اليسير كنتفاجئ بواحد الشخص الملقب بمشاكل حتى كيعترض السبيل ديالي، دار ليا بحال هكا، جاب الله يعني السيستم ديال الطوموبيل اوتوماتيك، الفران كيكون اوتوماتيك في حالتي الا لقى شي خطر، وقفت السياره حتى كيجي من الجهه الاخرى وبدا كيضرب في الجاجه بات بات بات، راه كاينه الكاميرا تما ديال الجهات المختصه يمكن يعينوا هذا الشيء، حتى كيضرب في السياره حيت الاخر لونسا، حيت عندهم واحد وسيله التواصل سميتها زيلو كيلونسي كيسمع كل شيء بحال داك الشيء اللي عند الدريجه ان شاء الله، لونسا سمع الجميع داكشي، التحق هو التحق واحد الاخ مع اخر، حتى كيتفاجئ وقفوا بداو كيضربوا في السياره، انا كان معايا صاحبي اللي هو صديق في العمل وكذلك المستشار الاداري والقانوني جاي من ورايا، نسيت هو جاي من ورايا، انا ما نهبطش من الطوموبيل حيت الطوموبيل بقيت ساده وجالس، حتى كنتفاجئ صاحبي نزل، وملي نزل صاحبي نزلت انايا اتصلت بالشرطه 19، وهو الاخر ملي نزل صديق ديالي باطار السب والقذف، يعني وقعت الصراعات وتبادل الضرب والجرح، ولكن الصديق ديالي بكل صراحه ما كانش، يعني كانوا ثلاثه، فكان هذا السيد واحد السيد لابس قميجه بيضاء ودير شي مضيدرات، هذاك حتى هو دار واحد راه الامن يشوف داك الشيء ويعاين في اطار المعاينه ديالو وضربوه، اللحظه اللي ضربوه يعني بقى طايح تما في صافي الزيت وحطيته في السياره، تا جات الاسعاف داتو تما، ومن بعد حولوه لهنايا، يعني كان في محمد الخامس والحاله شويه حولوه لهنايا. فاش نقول لك، انا اتصلت في 19 جات الدائره الامنيه، مشينا قدمت شكايه في النزيله وعطيت لهم سبب الحادثه وسبب هذا الشيء هذا، ويعني احنا ملينا حسينا بروسنا ان ما امام عصابه اجراميه منظمه باش انك شي كيلونسي شي وشي كيلونسي وخرجوا لك في الشارع ووقفوا لك ووقفوا السيارات اللي ورايا، يعني السيبه صافي. وهذا السيد اللي دار هذه العمليه يلاه خرج من الحبس غير شي 3 شهور هذه، يعني يلاه كان تما. المهم فاللي كنتمناو انه يتم الحد من هذه السلوكات مرارا وتكرارا، كنا كنطالبوا هذه الامور انه راه كاينه شي امور اللي ما غادي تقدر ترى لا يحمد عقبها، وهذه حاله من الحالات الاوليه اللي طرات. فاحنا كأمين عام نقابة الديمقراطيين النقل وكذلك جميع المنخرطين لدينا في القطاع ديال السيارات الأجرة أو في القطاعات كاملة، كنحاولوا نوعيهم بأنه راه كاين متربصين لكم، لأنه بكل صراحة هاد الناس هادو هما كانوا كيسترزقوا عن طريق البراكاج، وخصوصا من بعد ما كان واحد التنسيق اللي كان وقع فيه واحد سائق سيارات الأجرة في منطقة حي السدري اللي تم الاعتقال ديالو، اللي كان كيوقف سائقين النقل عبر التطبيقات وكياخذ من عندهم مقابل مادي وكيطلق السراح ديالهم، فهذيك هي تارت الحافظه ديالهم، لانه حتى هو كان سائق سياره اجره، او الله اعلم كانت شي حاجه بيناتهم ولا الله اعلم. وكذلك التصريحات الصحفيه والاجتماعات اللي درنا، الحمد لله الجهات المسؤوله الجهات الامنيه حبسات هذه الامور ديال ان شي واحد يدير خدمته بيدو ويمشي يوقف اي كان، فولاو هما كيديروا الخدمه ديالهم الحمد لله، والامور غاده في اطار كل من تضم الضبط ديالو راه كيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه، ولكن الامن الحمد لله مابقاش كيخلي لشي حد انه يخول لنفسه انه يقوم بمقام رجال الشرطه في اطار انه يضبط شي سياره او يوقفها او يعترض السبيل ديالها او ما الى ذلك. فهاد الامور هذه اللي طارت الحافظه ديالهم لانهم مابقاوش كيقدروا يديروا هذا الشيء هذا،
فما بقى يبان لهم الا من كان سببا في هذا الامر اللي هي النقابه الديمقراطيه النقل كممثل ديالها على راس القائمه ديال الممثل ديال هذه النقابه. فتم الاعتراض السبيل ديالي اليوم. ما نقدرش نقول لك حتى الناس المسؤولين هما اللي قدروا ديال الاطباء هما اللي قدروا يعطيوك الحاله وما الى ذلك. تضرب على مستوى الكف وهنايا وهنايا من اللور، هذاك مول القميجه البيضاء هو اللي كنضربهم من اللور، وهذاك ملقب بمشاكل، شوف الالقاب ديالهم، ملقب بمشاكل، ملقب بالعقارب، حصابه صافي. المهم هذا اللي كان الملقب بالمشاكل كان معنا في النقابه واحد الوقت، وتم يعني الاقاله والطرد ديالهم من المنظمه بسبب سلوكات مثل هذه الامور. شحال هذه طردناه، وملي طردناه دازت الامور، وشوف عاوتاني فين ولا، فاش كان سائق سياره الاجره. فكنتمنى انه هذا الملف هذا راه هو عند الدائره الامنيه ديال المنطقه التابعه للتروازيام يتم اتخاذ الاجراءات اللازمه في هذه المساله هذه، ويتخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، لانه حنا ماشي بلاد السيبه، بلاد حق القانون. الى عندهم شي ضرر او عندهم شي شكايه يمشيو للجهات المختصه كما كنديروا حنا، وكنقدموا شكايات في اي موضوع كما كان نوعه. اما باش نديروا شرع على يدينا ونخرجوا نعترضوا سبيل الغير ونديروا داك الشيء اللي كيبان لينا كنا كنديروه لوحدين اخرين، فالنقابه الديمقراطيه النقل ماشي لقمه سهله انك تقدر دير لهاد الامور، لان غتبع الامور كما يجب في الاطار القانوني ديالها بطبيعه الحال. تواصلنا مع المحامي، تواصلنا مع ما هو قانوني يمكن لنا غادي نديروه باش هاد المجرمين ياخذوا العقاب ديالهم.